خطت كتارا خطوات هامة ومدروسة بعد تسلمها لرئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، وذلك في إطار توطيد دعائم العمل الدبلوماسي في الشبكة من خلال طبعاً إعداد خطط ودراسات طموحة تهدف إلى بناء القدرات والاستثمار في الثقافة. أتمنى أن تكون أعمال الجمعية العمومية للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة لهذه السنة في دورتها السادسة قد حققت أهدافها المنشودة في تلبية التطلعات والطموحات، وكل التبريكات لأعضاء الجدد الذين انضموا إلينا.